مشكلة. طبعا ناهيك عن مشاكل الورث وانا نعم ابغى نعم حقي واقسم ده موضوع الشركة، تاني وده أمر هذا الموضوع. وارد لكن يعني. اتكلم اذا لا العائلة نعم اتفقت على انها تمشي بنفس الطريق، نعم لابد ان يكون هناك من يدرب القيادات هناك السياسية. بالفعل يعني عفوا يعني أشهد العديد من الدورات والبرامج، وقريبا منذ أقل من شهر أجريت دورات عن إدارة الشركات العائلية، حضرها العديد من أصحاب الأعمال المؤسسات المتوسطة والصغيرة. ولكن أضرب لك مثال بسيط، هل عالم الذرة والده هيكون بنفس الفكر ونفس الابتكار اللي أبوه كان عليه؟ هل القيادي الماهر كعسكري هل والده هيكون عنده نفس الخبرة والأسلوب؟ ابن الوزع أظن لا، عوام. لا ده كلام بس يعني بنراضي بعض بيه عشان نجامل بعض، لكن حقيقة قد يكون الجيل الثاني أقل دراية وحنكة وخبرة. ليه؟ لأن الجيل الأول أو الرواد تعلموا وعملوا في ظروف أصعب من اللي احنا عليها، وبالتالي التحديات اللي قابلتهم والمشاكل والصعاب اللي هم تغلبوا عليها أعطتهم نوع من الجسارة والقوة والإرادة الفائقة، أدت لأنهم يتميزوا عن الجيل الثاني والثالث. وطبعا الجيل الثاني بيشارك في المسؤولية ولكن ليس بقدر مساهمة الجيل الأول، والجيل الثالث أقل مشاركة من الجيل الثاني وبيكون أكثر يعني ليونة أو أكثر عدم مسؤولية بمعطيات الإدارة ومسؤوليات الإدارة وحاجة الاستثمار إلى عين راعية ساهرة على حماية أموال العائلة. طيب أنا تساؤلي الآخر نعم على شركات السوق الآن، أكثر من 10 شركات تقريبا إذا لم تخني الذاكرة، 11 شركة نعم بالتحديد نعم تحت سعر ال10 ريال، تحت في مكررات 10، العشر تحت ريال 10 مكررات، لا مو مكرر سعر لا السهم اللي هي القيمة الاسمية البار فاليو. اللي هو سعر السهم نعم تحت ال10 ريال، نعم يعني الآن المملكة تقريبا 7 وشوي، نعم النقل الجماعي 7 ريال، نعم زين إعمار أيضا، مدينة إعمار، المعرفة. مدينة المعرفة، نعم دار الأركان، نعم جميع هذه الشركات، نعم وفي أكثر، وهناك شركة تقريبا تأمين واحدة نعم تحت مسؤولية ال10 ريال. إلى ماذا تعود هذا؟ هل هذه بالفعل قيم هذه الشركات؟ هل السوق الآن بدأ من العدالة بحيث أنه يضع كل شركة بمكانها الطبيعي بسعرها الطبيعي؟ لأنه كانوا يتكلمون كثيرا عن هذا الموضوع، نعم يعني نعم كثير من المحللين كانوا يذكرون دع الشركة والسوق سوف يضع الشركة هذه في مكانها الصحيح. بس أخذت وقت، يعني أخذت وقت لما تم التعامل معها بالتسعير العادل أو شبه العادل. طبعا أي شركة بتعلن اكتتاب أو تعلن زيادة رأس مال أو دخول مساهمين جدد وتصدر أسهم بالقيمة الإسمية اللي هي ال10 ريال بيكون لديها مشاريع توسعات وما إلى ذلك. البعض صادف معوقات في إجراء التوسعات التي كان يخطط لها، والبعض الآخر الظروف العالمية والإقليمية يعني عاندت معه أو أوقفت نموه أو أوقفت اتجاهه لتفعيل الاستثمارات، والبعض الثالث القيمة القدرة الشرائية لدى الأفراد والسوق بشكل عام انخفضت مع ظروف الأزمة المالية العالمية. عديد من المشاريع توقفت أو تجمدت إلى حد كبير، ويمكن أنا ألمحت لهذه الظاهرة في دبي في أوائل عام 2009، إنك كنت ترى كأن اللقطة أو الكليب أو الفيديو تحول إلى صورة فوتوغرافية، يعني الحركة تجمدت مكانها وظلت لشهور طويلة طبعا في بعض المشاريع التي لم تجد دعم تمويلي لاستكمالها. فإحنا لا نتعجب إن بعض الشركات وصلت لهذا المستوى، ولكن في شركات أخرى أجد أنها تعتبر يعني عانت أكثر مما كان يتوقع له، خصوصا مثلا مدينة المعرفة الاقتصادية، إعمار، بعض الشركات القوية اللي بتتكلم عن مشاريع مستقبلية عملاقة اللي لديها أراضي مدعومة من الدولة أو منح من الدولة تعتبر ضمن القيمة الرأسمالية للمشروع، هذه لم تترجم في السعر السوقي. وبالتالي احنا أحيانا نتعامل مع الشركات كقطيع واحد، المفروض ان احنا نتعامل مع كل شركة على حدة بمعطياتها ومقوماتها الأساسية، التحليل الأساسي، دراسة الجدوى اللي قامت عليها كل شركة من دول. يعني من المؤسف انك تجد العديد من الشركات عندما تدعو للمساهمة تجد أرباح فائقة وتجد فترة استرداد مغرية، وعندما تواجه التشغيل وتبدأ النشاط الفعلي نتكلم عن خطط إقالة تعثر وإعادة هيكلة ونوع من يعني تصبير الناس على انها تنتظر بضع سنوات حتى تؤتي الاستثمار طيب أولى. يعني هل لابد ان اكون
من العارفين والواعين بالتحليل الأساسي والتحليل الفني والتحليل الاقتصادي والتحليل المالي لكي أختار بطريقة صحيحة؟ لماذا يعني كحلم لي، لماذا لا تكون لدينا جميع الشركات جيدة؟ أنا لا أضع في سوق الأسهم إلا شركة جيدة أضمنها كهيئة سوق المال، أضمن أنه هذه الشركة جيدة بحيث أنها يعني ما تضع المتداولين والمساهمين لديها في حرج لأنها ممتازة، فأنا أدخل يعني أفضل شركة أو شركة جيدة على الأقل، لا يوجد شركة سيئة. لماذا لا نصل إلى هذه المرحلة، نبتعد عن الشركات السيئة؟ هو ما نقدرش نحكم عليه ونقول سيئة من البداية، لأن في شركات أخرى قوية وشغالة بقالها 10 سنوات وأيضا تسعيرها غير عادل أو غير مغري. ولكن ما يعني ألاحظه على الشركات حديثة العهد بالاكتتاب وخصوصا التي تأسست من البداية، هذه الشركات أنت تقارن بين دراسة جدوى فكر على ورق وبين مشروع على الأرض، وبالتالي عدم اليقين أو عدم يعني القدرة على الحكم على النتائج الفعلية بيكون صعب بالنسبة للمشروع الجديد. أنت دائما دبلوماسي. أبدا، بالعكس. مين قال يعني أنا أقول لك، إذا تقول ما نطلق على هذه الشركات شركات سيئة، قلت كلها يعني مش كل الشركات تعتبر سيئة نفس النسبة. لا 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 لا، قد يكون أكثر. نصفها سيء ونصفها لا ذنب لي، لا ذنب لي. نصفها مرتبط بالأداء، مرتبط. نصف الشركات اللي في السوق سيء. لا مش اللي في السوق، قلنا العشرة اللي تحت القيمة الإسمية، ما توقعنيش في غلط. أي لا، أنا أتكلم عن يعني 5 شركات من العشرة. لا لا لا، أنا أتكلم عن السوق بشكل عام. لا، ما نقدرش نقول كل الشركات سيئة. فين 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 سابق وصفولة يعني أنت بتدينا بتملكني يعني ما لا أستحقه في أن أنا أحكم بنسبة، لأن أنا عشان أدي الحكم ده يجب أن أجري دراسة على كل شركات السوق. لكن خلينا أقول لك مع احترامي الشديد، أنت عندك دلوقتي إذا أذنت لي شركات عددها تقريبا 46 شركة معايا أنت تتكلم عن الرسم. طب أتمنى أن المخرج يعني يعطينا الرسم اللي في ماشي. حاضر بحيث أنه يتكلم، بحيث أنك تتكلم، أنت بتتكلم على نفس. ما هو ده أحد الشواهد. طيب ممتاز، ما هو ده دليل على كفاءة وقدرة الشركات. أعطيني. أيوة، إذا أنا عندي مع احترامي 46 شركة دون مكرر السوق اللي هو 14.7 تقريبا، هذه الشركات يشهد ليها ولا يشهد عليها. يعني ده دليل على أن هذه الشركات معطياتها ومكررات ربحيتها اللي هي قايمة على الأرباح الصافية عن 12 شهر قياسا بالسعر السوقي لكل شركة يعتبر عائد جيد، يعني يتجاوز 6% إلى 7% سنويا تقريبا. بخلاف أن العديد من هذه الشركات يقترب من مكرر القيمة الدفترية للسوق أو أدنى منها، وبالتالي هي جاذبة. يعني أقدر أقول لسيادتك من 46 أو 50 شركة عندي 30 شركة جاذبة لمن لم يدخلها من قبل. 60 شركة من من 50 شركة عندي 50 شركة دون مكرر 15. أنت طبعا تتكلم دكتور عن الاستثمار طويل الأمد، وحتى لو قصير الأجل. يعني إيه اللي يمنع كم المدة؟ القصير الأجل يتراوح بين 3 دقائق أو 3 ثواني وبين 3 يعني شهور. يعني أي شخص يدخل في وبين 3 شهور هذه راح. لا، ما قلتش هيدخل دلوقتي يربح بعد ربع ساعة. 3 دقائق مو بربع، ليتك تقول ربع ساعة. طب اسمح لي، هم الثلاث دقائق مش جزء من سنة؟ جزء ولا لا؟ لو أنا دخلت ضارب في شركة لمدة أسبوع والشواهد لم تعطيني ما توقعته، إيه المانع أن أنا أمسك على السهم طالما أن أنا بنيت اختياري على أساسيات في التحليل؟ إيه المانع أن أنا أبقى عليها شهر؟ ما في مانع. طيب، لكن إذا كانت الشركة هذه تعود لاستراتيجيتك في الاستثمار. سيادتك جاوبت على سؤال سابق بنفسك، معناته أنا عشان أشتغل كمضارب أو سريع التعامل مع السوق لازم أكون محترف، وعشان أبقى محترف لازم أكون دارس أو فاهم. لا ندعي مهنة الطب أو الهندسة أو أي مهنة دقيقة وحساسة تتعلق بأرواح أو أموال الناس إلا بامتلاك مقومتها. طيب، وبالتالي السوق يحتاج إلى محترفين في شكل مؤسسي، في شكل أفراد، في شكل بنوك، أيا كان المسمى، ولكن الاحترافية في كل أمر، حتى كرة القدم اللي هي يعني تعتبر هواية، الاحترافية فيها هي الأساس وهي أساس الفوز. طيب، نتكلم عن بعض الشركات هذه. يعني أنت وضعت في الورقة اللي معي أنه عند الحكير
باللون الأصفر. أيوة. صناعة الورق باللون الأصفر. يعني لغاية 9 شركات أقل من 10 مكررات. معناته العائد السنوي 10% فأكثر للـ9 شركات. يعني السوق الحين مكرر 14. مكرر 14.7 أقل من 15 زي صدق وسدافكو دار الأركان والاتصالات والكيميائية السعودية كل اللي قبل مكرر وسمنت. السوق 46 شركة دون مكرر 14.7 50 شركة تقريبا أو 49 دون مكرر 15. إحنا بنشهد لا أخفيك بنشهد فترة تاريخية للسوق في هذه المرحلة وقد لا تتكرر من ناحية الأسعار من ناحية الجاذبية في أسعار العديد من الأسهم. ومن يريد أن يحافظ على محفظته يجب أن لا يتسرع ويفرط في الأوراق الجيدة التي معه، ومن يريد أن يعيد تشكيل أو تقييم محفظته يجب أن يتخلص من الأسهم المبالغ فيها ويستبدلها بأسهم جيدة أخرى. لديه على الأقل 30 شركة يقدر يخلي محفظته منها وهو مطمئن. طيب دكتور أنا كمشاهد أفهم منك تفضل أنه الشركات هذه أدخل فيها وأنا مغمض، أدخل وأنت مغمض أنت. طيب أنت عادة لما بتسمع عن شركة حضرتك أسئلة بسيطة جدا ومجردة، إنها شركة جيدة وبيدعوك للاستثمار في حصة بعيد عن السوق، استثمار مباشر، واحد حيفك مشروع في برج المملكة أو الفيصلية ويبغاك تساهم فيه، أول شيء بتطلع ليه إيه؟ أول ثقتك في المستثمر أو الإدارة اللي هتولى المشروع، ده رقم واحد. تاني حاجة جاذبية المشروع، إذا كانت فكرة عقلانية مقبولة والسوق يستقبلها جيدا ولا لا. تالت حاجة مقومات المشروع موجودة ولا لا، هل عنده الأموال والخبرة والإمكانات المادية والموقع والبضاعة وما إلى ذلك. رابع حاجة المنافسة على منتجات هذا المشروع متاحة ولا صعبة ولا سهل الدخول في السوق بدون مزاحمة الآخرين ويحاولوا يطردوني بكل الحيل والسبل. خامس حاجة ربحية المشروع ده، هل هي ربحية جيدة أفضل من كل الفرص المتاحة حواليا؟ خامس حاجة أرباح المشروع دي متوقع لها تستمر ولا هي حملة حج مدتها أسبوعين وهطلع لي بنسبة 20-30% ربح وتتوقف 11 شهر ونص في بقية العام. إذا في معطيات لاختيار المشروع الناجح لابد أن نتحقق منها، سواء كان مشروع فردي، مشروع جماعي، مشروع مباشر في الاستثمار الخاص، مشروع في سوق المال من خلال الطرح الثانوي. كل دي معطيات يا أستاذ فيصل يجب أن نتبعها. الاستثمار في سوق الأسهم يضيف على الاستثمار المباشر مزايا لا تتحقق لي. يعني أصحاب المشروعات العائلية أو الفردية في القطاع الخاص لا يتمتعون بمزايا يحتويها سوق المال من حيث التسييل. أول حاجة تقدر تخرج من المشروع خلال ربع ساعة وفلوسك تبقى في الحساب. تاني حاجة التسعير العادل نفسه لسهمك. هذا إذا لحقت على فلوسك. ليه تلحق؟ والله تلحق. يعني اسمح لي اللي بيشتكوا من 3 سنوات. تذكر فترة وصل. أيوة. تعرض ما في أحد يشتري ما في. ما هو لأن ما للأسف. فيش طلبات. للأسف. النار أكلتها أكل. أنا فاهم إن 70% من القيمة احترق. لكن احنا نتكلم في الوضع الطبيعي. النهاردة لما الأسواق الأمريكية والعالمية بتواجه انخفاضات بتعود بشكل طبيعي وصحي، احنا للأسف الشديد نواجه أي خبر أو أي إعلان نتسابق في الإضرار بالسوق ولا نحاول أن نحميه. إذا اليوم عند كبار الملاك والمساهمين من الصناديق السيادية ومن صندوق التقاعد والمعاشات ومؤسسة التأمينات وبنك البلاد وبنك الإنماء وحتى البنوك التقليدية زي الركح زي الأهلي ما شاء الله لها مشاركات في الشركات المساهمة القيادية، إذا دول هم أصبحوا صناع سوق بحكم الواقع يجب أن ينتبهوا إلى استثماراتهم، يجب أن يحموا هذه الأسهم، يقفوا عند نقاط الدعم والمقاومة لمراقبتها. وحاجة اسمها صيانة السهم بقى أصبحت أمر مهم، زي ما أنت بتعمل إدارة علاقات عامة في الشركة المساهمة عشان ترضي المساهمين وتتجنب غضبهم وتحفظ ولائهم للسهم، يجب أيضا أن تحمي السهم وتحافظ عليه حتى لا تضيع سمعته بين الناس. طيب السوق بالفترة الحالية دكتور هل هو جيد للدخول فيه في هالتوقيت؟ توقيت أنا أقول لك أعطيك بعض الأشياء تحطها بالحسبان، أنه الآن نحن بقي شهر ونصف تقريبا حتى إعلان نتائج الربع الرابع السنة. أتكلم عن الفترة هذه، هل مناسب الدخول؟
في السياسة. طبعا يعني لأيد الكلام في اتجاه أيوة مناسب إن نشوف سهم سابك إيه اللي حصل عليه الأسبوع ده. هتلاقي قطاع الكيماويات هو أيضا هيشهد نمو في الأسبوع أو الأسبوعين القادمين ترقبا للأرباح الختامية للسنة وللربع الرابع. بعض القطاعات زي قطاع البنوك بيجد نوع من الحذر والترقب نتيجة عدم وضوح حجم المخصصات ونسبتها بالنسبة للربع الأخير. كثير من القطاعات الأخرى المستقرة بقى اللي ما عندهاش موسمية ولا عندها محل